بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، احنا في العراق وضعنا لا يسر، ولا زال يعني نتمنى أن نرى النور نهاية النفق. للأسف تداعيات لا زالت متراكمة في هذا البلد من 2003 إلى يومنا هذا. صراع والأحزاب للأسف اللي حكمت وأتى بها المحتل لا زالت مهيمنة ومتصارعة على المنافع وبث الفساد والفوضى وكل ما يؤخر البلد، وكما يقال في العامية العراقية انباع تفصيخ بيد هؤلاء الفاسدين. وللأسف يعني احنا نقول نرجو الله تبارك وتعالى أن يهيئ رجال أكفاء إن شاء الله ينهضون بهذا البلد ويزيحون هذه الغمة. إنها غمة وجدت في هذا البلد أوجدها الغازي المحتل. وأملنا كبير في أشقائنا العرب أن يكونون معنا عون وسند، وأن يدعمون أي موقف أممي إقليمي لإنقاذ العراق مما هو فيه. أملنا كبير بأشقائنا العرب، لا تنسون العراق العربي، العراق بلدكم، العراق عمقكم، فلا تنسون، اقفوا مع شعب العراق، ونحن عرب وفي العرب خير كثير إن شاء الله. يا راكب اللي كانها صوت ميراج من واج بعيد الدار بعد الغياب، تاخذ سلامي توصل اطراف بعاد للموصل وسنجاب
حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور نلتقيكم أعزائي المشاهدين. حقيقة كما تعلمون برنامج مضيف أهلنا يعني بكل شرائح المجتمع العراقي، بدءا من البادية والريف والمدينة والقرى. وحقيقة نستضيف الشعراء المتمكنين من هذه المناطق، فرحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم الأخوة الأعزاء شعراء النبط، واللي إن شاء الله يغنون هذه الحلقة بقصائدهم المتميزة. الأخ العزيز الشاعر عادل همزان، الله محييك. الله يسلمك، الله يعافيك، الله يبجيك. معمر نحييك من قناتك الفضائية، وأنت لك باع طويل في هذا البرنامج المفضل، برنامج تراث البادية. أما بعد عندي أبيات يعني تميل للوطنية تقريبا، إن شاء الله نسمعها بعد أن نرحب أخواننا الأخوة الأعزاء ضيوفنا. نعم، مو دائما تسرع. تسلم الله. أيضا الأخ العزيز الشاعر زيدان عقاب أجذيلي الشمل، حياك الله معمر، ونشكرك ونشكر قناة الفلوج الفضائية على هذا الاستضافة، وممنونين من جميع الكادر والمقدم أبو معمر. الله يا الله محييكم، الله يحييكم، ساعتين مبارك، أهلا وسهلا، أنت من المعازيب لأن حضورك معنا باستمرار. الله يسلمك، الله يسلمك، يا حياك الله، أهلا وسهلا. كذلك الأخ العزيز علاء الثابت الشمر، يا الله محييك. الله يحييك أبو معمر، ونشكرك على الدعوة، وإن شاء الله نجملكم ونجمل مشاهدينا أو نعم فيما نختار، ما تقصرون. الله محييك، ساعتين مباركة، حياك الله. أيضا شاركنا أول مرة الأخ الشاعر خالص عقاب وجغيفي، حياك الله خالص. الله يبجيك عمي أبو معمر، وشكرا على حفاوة الترحيب، وشكرا لقناة الفلوجة وإدارتها، وأيضا جزيل الشكر لبرنامج مضايف أهلنا وفرقة العمل من مصور إلى مخرج، وتحياتنا وسلامنا للمشاهدين الذين يتابعونا في العراق وفي الوطن العربي. يا حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. حقيقة الأخ أبو أحمد، البداية نسمع الأبيات اللي حضرتها. البداية على بدون يعني مقدمات، الله الله، إن عندنا عشيرة، عشيرتنا عشيرة الجذلة، أو نعم، ضحوا في، ولو كل العراقيين ضحوا، نعم، لكن ضحوا ما أبوا الكفاية للوطن في دمائهم، وما قصروا صراحة، فقلت نعم هذه الأبيات، نعم، عسى أن تنال رضاهم إن شاء الله. أقول برق النخيل احتال يا الليل لاحي، من مدلهم من جابها الفكر همال، حتى ارتوت منه جميع السياحي، أبيات نذكر به بني عم والخال، أبيات نذكر به بني عم والخال، اللي نهار الكون بيدي سلاحي، ما جيت جالبها أبي منها المال، أقولها بوقت الحزن والفراحي، من ما تخيل هاجس الفكر واجتال، والحمد لله في يمين يرماحي، عيال عمي عزوتي مثل الأجبال، ربعي وانا من دون ربعي جناحي، ما شالني لو صارت حمولي اثقال، ربعي عيال العود بلسم جراحي، اهل النقا والصدق للطيب مدهال، ادروا على اسلم في نهار السياحي، وقت اللقاء ما قلتها قبلي انا قالها هلال، شاعر ونجمه يوم ما يوم طاحي، كلام حق وكلمة الحق تنقال، كم واحد يفدي بروحه وراحي، لجل الوطن من ربعنا كل رجال، تشهد لنا حفر القبور المساحي، الله الله، ويشهد لنا تاريخنا بكل الافعال، على السواتر دم الابطال ساحي، ساحي، هذا نحيطك علم تسعير رجال، برض المعارك منا الابطال راحي، تاريخنا هذا وفي ماضي الاجيال، ناقف ولا ناخذ بوضع بطاحي، تاج المراجل ماخذينه بتبسال، تاريخنا ما يمسحه كل ماحي، تاريخنا ما يمسحه كل ماحي، ولا نقبل الذلة ولا نلبس اسمال، نلبس جديد افعالنا كل صباحي، ولن عبد عبد الله ولن عبد تمثال، عبيد للخالق جميع الرواحي، الله الله، الواحد اللي سيله عقب الامحال، سبحانه، ثم اربعت واخضر نبت السياحي،
هذا عبد منحني له بكل حال. الله الله سلام. سنصح الله لسانك. الله يرحم الشهداء واللي ضحوا 30 نعم من الرجال. آمين يا الأبطال النشامة في علين إن شاء الله. يعافيك. صح الله لسانك. الله موتى. يا أخو زيدان الله محييك. الله يبجيك أبو معمر. ثلاث أبيات قبل القصيدة الرسمية. الله الله. يقول الباب قدام الجماهير مسكوك، قفلة كبير ويمسك الباب صكاك. الباب قدام الجماهير مسكوك، قفلة كبير وماسك الباب صكاك. يعراقنا باقوك والنوب باعوك، وصرنا فريسة بين ذولا وذولاك. والله وكاد صحيح. أما القصيدة الرسمية إيه؟ يقول العب بكيفك لا تخاف وتلفت، الدور دورك يا زعيم الحصاني، روس الأسود اللي تخبره تخفت، اللي مشى واللي رماه الزماني. معاك يا الحصني جماهير صفت. نعم. معروف فعلك عند قاصي وداني. اي والله. معروف فعلك عند قاصي وداني، اهل الوفا والطيب يا حيف قفت، اهل الوفا والطيب يا حيف قفت. اي والله. باقي عدد معروف اول وثاني. كل الرجال اللي نعرفه توفت. توفت. وسط الحود مكفنه بالكفاني. الله يرحمهم. كل الرجال اللي نعرفه توفت. نعم. وسط الحود مكفنه بالكفاني، اللي بهم شيمه على الناس ضفت. اي والله. اهل الكرم والمرجله والسواني. اي والله. مثل صقور اللي مع الريح هفت. نعم. مثل صقور اللي مع الريح هفت، تفرقت يا حيف والوقت فاني، واللي بقى منهم يونوي توفت، يذكر مضاريب السيوف المتاني، اللي بدور الكون كفت ووفت، ودم المعادي يشبه الديدحاني. الله الله. اللي بدور الكون كفت ووفت. ووفت. ودم المعادي يشبه الديدحاني، والخيل من كثر المغازي تحفت، صيار من تمسكوا بالمعاني، يا ما ولت يوم الحرايب وعفت. نعم. عاداتهم يوم تدور الكواني، وراياتهم فوق المراجيب رفت. رفت. أهل الفعول الماضية والصياني، واليوم ديبان وحيايا التفت. أي أيوة والله. واليوم ديبان وحيايا التفت، والحصني المكار عاف الطماني. نعم. فوق الرجم يمشي وقاعه تهفت. نعم. يقول هذا بدور جدي مكاني. الله. والنار شبه والحصاني تدفت، وقامت تجيه من الهدايف تهاني. والله صحيح. الله الله الله. صح الله لسانك. لان الاسود راحت ظلت الحصاني قاعد فوق الرجل. وشب النار براحته، قامت تجيه تهاني من هال يا حي. والله هالذيول هذول الوصوليين. عوده. احسن. صح هذا وقتنا ابو معمر. اي والله صح هذا وقتنا. احسنت احسنت. صح الله لسانك. تسلم والله يا اخوي علاء. الله محييك. الله يحييك ابو معمر. طبعا قبل قصيده المشاركه كم بيت. نعم. يقول يا عيني ما ادري ليه وش فيك تبكيني، همتي وانا قلبي تقطع حنينه، حنينه يكفي دمع يا عين، تكفين تكفين دمعك على من راح لا تنثرينا، لا تنثرين. يكفي دمع يا عين، تكفين تكفين دمعك على من راح لا تنثرينا، عقب الوفا يا عين راحوا محبين، والروح بيدين الغوالي رهينه، رهينة. يا وعذابي واصبح الليل ليلين شكواي للي كل مبلي يعينه. سبحانه الله الله. اما قصيده المشارك يقول الله يجيرك من دوالي بالايام، الله يجيرك من دوالي بالايام، كم واحد وقته معكر مزاجه، رجل يجيب السوق بايع وسوام، ورجل حداه الوقت من دون حاجة. اي والله. رجل يجيب السوق بايع وسوام. نعم. ورجل حداه الوقت من دون حاجة، لكن عزيز النفس والملك ما دام يصبر لو ان الوقت بين عواجه. نعم. لكن عزيز النفس والملك ما دام يصبر لو ان الوقت بين عواجه، النفس عودها على العز قدامه، اشرب قراح البير واترك هماجه،
يا حيف الاول حيف راعيه منظام لا شفت حرا ما يصيد الدجاجه. الله الله الله. يا حيف الاول حيف راعيه منظامه لا شفت حرا ما يصيد الدجاجه. لا شك نمشي لو يحطون للغامه وكل نوشانه ولوجيه التواجه. حنا كسبنا بالوفا طيب الاكرام اجواد نسل اجواد ما به سماجه. انا اشهد. حنا كسبنا بالوفا طيب الاكرام اجواد نسل اجواد ما به سماجه ولنخاوي غير وافين وحشام. والليل لا طول نبى الفجر فاجه والحمد للي عزنا بدين الاسلام اللي لا ضاقت عليهم فراجه. الله الله. والحمد للي عزنا بدين الاسلام اللي لا ضاقت عليهم فراجه. الواحد اللي بالخفيات علامه نرجاه ما نرجى من الناس حاجه. قلته ولا ادري ويش مكتوب قدام والوقت ما يكشف خواء في ادراجه. ان شاء الله الخير. ان شاء الله الخير والسلامه. صح الله يرضى. تسلم بالله. صح الله لسانك. اي خالص اجغيفي الله مهيئك. الله يبجيك حمو ابو عمر. عندي قصيده قلتها قبل سنه. الله الله. على العراق وما دار فيه. نعم. على حال العراق. يقول بديت باللي مثبت القاع بجبال خالق من الدنيا محطات ودوار العالم المعبود علام الاحوال الواحد اللي راوي القاع بمطار باري نبي ايوب من كل الاعلال وحافظ رسول الهاشمي داخل القار من بعد ذكرى نرتدي نقوى الاجزال ونكتب من اللي ما تداول بالاعصار يا الله يا المعبود نشكيك الاهوال يا رب يا عالم بعيدات الاسرار من الحروب الراهنه صابنا كسال 20 عام بشعبنا شاع للنار كل عام تظهر للبلد عده اشكال وبغداد بعد العز عاثه وبها هدار وكل عام يظهر على الحدث 1000 دجال يسلب وينهب شاهري بعز الانهار كل عام تظهر للبلد عده اشكال وبغداد بعد العز عاثه وبها اضرار وكل عام يظهر على الحدث 1000 دجال يسلب وينهب شاهري بعز الانهار صارت معارك طاحنه ما لها مثال برض العراق الطاهره تذعر اذعار وسط الشوارع خلى والدم سيال وظلت اجثاث جاثيه تحت الاجدار وراح الضحايا لشعبنا زهوه اطفال بول قدوم الطاغيه راحه واهدار نصبر ونصبر على الحدث والصبر طال وكل يوم تظهر كارثه عبر الاخبار وجاري نزيفه موطني دم لا زال ولا زال عاتم جونا بسوء الاخبار والقدس نادت يا عرب ما لها حال مصر الرسول الهاشمي سيد الابرار وجاري نزيفه موطني دم ما زال ولا زال عاتم جونا بسوء الاخبار والقدس نادت يا عرب ما لها حال مصر الرسول المغتدي سيد الابرار ارض الاسلام الطاهره صابها ملال تنخل غيار البارزه تنخل احرار وين العروب المرعب الضد لو عال وين الغياره تاخذ الحق والثار يا الله يا الله يا اللي للعسر دوم حلال تجعل هزيمه خصمنا باجمل اسطار ويرجع لنا مجد العروبه بالاكمال وبغداد ترجع امنه بكل ما جار ولا بد ما راي النصر يرتفع عال ولا بد ما بوطاننا تصبح اعمار وصلاة ربي عد ما برقها حال وإعداد ما ورد انتصافك بالأزهار وإعداد ما زمت مساهيل وتلال على النبي الهاشمي خير الأخيار وسلام عليه الصلاة والسلام. صح الله لسانه. Thank you.
حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. حقيقة الأخوة الأعزاء شعراء عندهم كم من القصائد والمحاور ومبدعين في كل المجالات. حنا نأكد على جانب مهم جدا في هذا الظرف الصعب، ظرف الحقيقة الضياع الآن، الانفلات اللي حاصل وضياع القانون والفوضى في هذا البلد وانتشار السموم والمخدرات والموبايلات الحديثة، وهناك يعني المجتمع العراقي الآن للأسف في مهب الريح، مخاطر كثيرة يبون يزرعون الأعداء في هذا المجتمع، ويريدون يقسمون البلد، ويريدون يسيئون إلى هذا الشعب، ويسيئون إلى عوائدنا وتقاليدنا كعرب. فنتمنى أنه كل المتمكنين الشعراء الأدباء المثقفين علية القوم أن يحافظون ويراقبون عيالهم وأبنائهم ويحصنونهم من المخاطر. حقيقة الأخ العزيز عادل قصيدة مختارة. أبشر أبو معمر. هلا والله. أقول أنا الذي لا زان وقتي وجوي يزين طاروقي ويا حي فالة، أبيات شعري للمتيه تضوي إن شاء الله، يرسم صورها شاعره من خياله، ما أقول في بدعة تماثيل توي، أجيب جزل الشعر واترك هزالة، من بحر جزلات المثايل أروي، من هاجس لا أنصف الليل جالة. حسبه تضايقني وحسبه تسوي، في داخلي خلت مع الوقت حالة، ذيبه عوى في عالي الرجم توي، ذيبه عوى في عالي الضلع توي، وانا عوى قلبي على ضيم حالة، اسمع صدى صوته بصدري يدوي، حنين ناقه فاقده من غدالة، لا جيت برحل عن الواقع وطوي، عيت تشيل الحمل عني جمالة. ما اقدر اعيش بجو ما هو بجوي، لا أنا بدوي عايش على ضولالة، الله ما أتبع الخطوات ما هي خطوي، بنجم السما لا تهت عندي دلالة، ورزقي على اللي من حيلي وقوي، الواحد المعبود رب الجلالة، عمر البشر ما جابها بل منوي، لونها بكيفها كان زود حلالة. الله سلام. أحسنت صح الله لسانك، تسلم الله يا أخوي زيدان. شو تختار للأخوة المشاهدين؟ أختار لكم هذه القصيدة، يقول الموت برقاب المخاليج كله، لا بد من نعم، لا تنقصه ليلة ولا تزيد ليلة، ينزل مليك الموت روحك يسله، ويبغى الجسد والناس رايح تشيله، الله الله الله، دنياك كل من يطرده ما وصل له، نعم دنيا قصيرة ويحسبونه طويلة، وبعض البشر قضى حياته مذلة، يركض ورا الدنيا حياته رزيلة، وده يعيش وكلها يستحله، أيوة ولا الله. يحسب الدنيا سريع الرحيلة، للأسف ما يحسبون، أيه. وده يعيش وكلها يستحله، نعم ولا يحسب الدنيا سريع الرحيلة، وبعض البشر مستيغن وفاطن له، يعمل عمل صالح يريد الفضيلة، الآخرة يستاهله من عمله، بس صلح يسعى ما يشيل النجيلة، يمشي مع درب العدالة يدله ويجنب دروب الردى والفشيلة، يا العبد خوذ الزين والشين خله والعدل والتقوى أعمالا جزيلة، واتقن صلاتك كل الأوقات صله، وعد الشهادة لا تبدل بديله، نعم وعليك بالتوحيد يحميك ظله، وصوم رمضان وزك مالك وشيله واعطى الفقير يوصله يمهل الله، والرزق عند الله ربك كفيله، ولو زاد مالك بالحياة استغله، عليك حج البيت فرضة عنيله، واحفظ لسانك لا تجي فيه زلة، وحاول تجنب خطوتك كل ميلة، تذكروا من قبلنا وش حصله، أجيال راحت وانتهت مستحيلة، كل من تعلى بالليالي نزله، ملوك مع حكام
وشيخ القبيلة، هذا يحوك الحبل وهذا يفله، وتفرقت مع وقتها وراح جيله، واحذر من الفتنة ترى نار ملة، تصبح ذنوبك فوق متنك ثقيلة، تجنب الشهوات والنفس ذلة، وعليك بالطاعات أفضل خصيلة، كل من عليها فان والحكم لله، الوحد المعبود ينجي دخيلة. سلامتكم. أحسنت أحسنت، هذه النصيحة فعلا، يعني اللي يجمع المال، نعم، واللي عنده إمكانية من استطاع عليه سبيل الحج، وأيضا العمل الصالح، العمل الصالح هو اللي يدخل الجنة إضافة إلى الفرائض وأداء الفرائض. نعم. أي نعم، أحسنت، صح الله لسانك. الله يسلمك. إيه يا أخوي علاء. لا أنت أبو معمر، قبل قصيدة المشاركة كم نعم. بيت؟ الله الله. يقول: إن كان قصدك ما تعرف المعارف، لك نظرة ما هو بعيد مداها، احذر تشمت في وجيه المواليف، الرجل يثني عند العرب في وزاها، يا حيف ماتوا هاك الرجال يا حيف، استغفر الله كيف ربي خلاها، يا حيف ماتوا هاك الرجال يا حيف، استغفر الله كيف ربي خذاها، اللي يصون الجار ومكرم الضيف، ويا فرحة اللي باللواء زمن خاها. الله الله الله. أما قصيدة المشاركة أقول: يا الله تحفظ وجيه ناس حشيمة، آمين، اللي تجود بكل موقف وتلقاها، وتجعل لهم عند اللوازم عزيمة، تجعل لهم عند اللوازم عزيمة، ولا يجرحه من كان سيفه بيمناه، من شان تبقى بالضماير سليمة، والحيف عنوان الهزيمة ومعناه، والطيب اللي ماخذ الفعل شيمة، يالله عسى ما قصر الوقت وياه، صيب ونافع لا غش القاع ديمة، ريف الضعيف وريف منه تنصاه، ومن كان حر ما تجيها الشتيمة، النعم والله بشاربه لا طريناه، صم يدعي والفعل دايم زعيمة، رباه عود ما شكى ضيم دنياه، ولا الردي لو طال فعله هضيمة، كل يبي فرقاه بخشيت ورشاه. الله الله. ولا الردي لو طال فعله هضيمة، كل يبي فرقاه بخشيت ورشاه، واهل المواقف واليدين الكريمة، يبقى لهم ما بيننا حشمة وجاه، ومن لا وقف بالضيق ما فيه شيمة، هذاك ساعات الفضاء ما ذكرناه. ما ذكرنا. سلامتك أبو الله 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 الله، أحسنت، صح تسلم الله. إيه نعم، هذا واجب الإنسان الطيب صاحب المواقف. إيه نعم. نذكره ونعزه ونجله ونخلي له مكان اللي يستاهله، بارك الله فيك، تسلم الله. يا أخوي خالص. لا أنت عمي أبو معمر، عندي قصيدة كانت مساجلة بيني وبين الشاعر علي العبد الجبوري من سكنة غضاء البعاج، تحياتي له من خلال هذا المنبر. رد يقول علي، يقول: بديت باسم اللي منزل كلامه، توراة مع أنجيل في أجمل أسطور، منزل كتابه فاصحا في تمامه، على الرسول الهاشم من أجمل النور، وحي الذي بالقاف مرسل سلامه، إعداد ما رفت عصافير وطيور، اللي لهم بالكون أصل وجهامة، ابن العموم البارز بكل منظور، يا علي نسل زبيد نبع الشهامة، أنا الجنابك بالشعر حيل مشكور، أرسلت قافك معتلي في نظامه، وابشر برد القاف عاني على الفور، ولا شك باللي يفتخر في عمامة، وانتم فخرنا جبور يا نعم الجبور، انتم درع كركوك من كل غمامة، والموصل وتكريت صرتم لها سور، في غمة التاريخ لكم علامة، ماضي وحاضر بالمواقف لكم دور، انتم سندنا من الليالي العتامة، وحنا ذخركم لو خل الجو مذخور، جغايفة درع الحديثة وحزامة، شلوا جموع المعتدي ساعة الغور، جغايفة درع الحديثة وحزامة، شلوا جموع المعتدي ساعة الغور، يوم المعادي لأرضهم شن هجامة، وقفوا لها عيال الحمايل على الفور، وقالوا نفضل الموت دون الكرامة، وارض الحديثة ما لها عبد مأمور، وحالوا عليهم في رواس العدامة، وجمع قبلاهم بلقى رد مكسور، يوم ابن عصمان قاد الجهامة، خلوا جثاث المعتدي تشبع طيور، يوم ابن عصمان قاد الجهامة، خلوا جثاث المعتدي تشبع طيور، خلوا على وجه الضديد علامة، ومن ضربهم جيش العدا عاد مثبور، كم معتدي ضدوه برض الزحامة، كم راس عايل بالمعارات منثور،
عواد بن عصمان نسل الزعامة يشهد لها التاريخ في مر العصور وحوران يشهد من تلاطم عوامه يوم أبو ريكان أنجز به الدور وحوران يشهد من تلاطم عوامه يوم أبو ريكان أنجز به الدور كم هيجة بالضيج أعلن حسامه وصارت علومة بارزة بكل منشور يسلم رجل والله كل شهامة من دول أبو ريكان يا خلفة صقور وعايد بن حماد راس الجهامة نعم الرجال البارز انسال منصور كم هام من يمناه أصبح حطامة في ساعة يغدي بها الليث مذعور الزير كنه في عيون الإمامة يودع رواسي جمعة الضد طابور وأهل الجزيرة بالمواقف نشامة ورث العفين الصيرة موافي الشور وأهل الجزيرة بالمواقف نشامة ورث العفين الصيرة موافي الشور بالموصل الحدباء لجل الكرامة حازة وغنيمة لابتي ساعة الغور نوار يوم الجو أظلم عتامة ولع بجمع الطاغية نار ساعور برض الجزيرة يوم ما من سلامة عاد بسلامة وودع الضد مدحور بفضل الكريم المعتلي في مغامة اللي هدانا نعمة النصر اللي هدانا نعمة العز مشكور قلت الصحيح ولا خشيت الندامة ولاني من اللي حول الصح للزور تمت وصلوا عن النبي بالختام أعداد ما شادت بساتين وقصور على رسول الله يوم القيامة شافع خطانا من شق النار والزور والسلام عليه الصلاة والسلام صح الله لسانك أعزائي المشاهدين حقيقة من خلال قراءات الأخوة الأعزاء والقصائد البلاء اللي حصل بالعراق من 2003 إلى يومنا هذا هو من جراء الغزو والاحتلال لولا الغزو والاحتلال لما وجدت القاعدة ولا داعش المجرم ولا كل أشكال الإرهاب ولا الطائفية ولا المذهبية ولا حصل ما حصل من الشهداء الأبطال النشامة اللي ضحوا من أجل أن يبعدون الشر عن العراق وعن العوائل وعن العشائر وعن المناطق وعن بلدانهم لكن هذا اللي حصل وهذا تبين من خلال أدوات الاحتلال يعني بدأوا يكشفون عمالتهم وارتباطهم بالأجندات الخارجية وتنفيذها بالعراق يعني أنت تطلع مئات من زعماء داعش المجرمة من سجن أبو غريب وتهدهم بالصحاري والوديان وسووا ما سووا الموصل شلون راح؟
كيف احتلوا الموصل، تمكنوا من الموصل وبيجيش عرمرم شلون يا الربع؟ هذا اللي حصل بالعراق، وهذا تبين من خلال التسريبات، بدأوا ناس تكشف ناس، يعني هذا اللي حصل. كل لولا المحتل ما حصل، ما حصل للعراق. فالرحمة لأرواح الشهداء، الرحمة لشهداء العراق، والله كريم إن شاء الله، إن شاء الله تزال هذه الغمة عن هذا البلد وترجع له الهيبة والسيادة والكرامة بإذنه تعالى. يا أخو يا أبو أحمد اشتقت. أبشر، أنا أريد أطلع عن السياسة الله الله. وأطلع عن كل شيء، أريد أنحر جو البدو. ها إيه واضح. ما قصرت. الله الله. بالنسبة لقصيدتي مساجلة بيني وبين الأخ دويش عوض من السعودية. الله الله. فأهدي له تحياتي من هذا المنبر. فالقصيدة قديمة صراحة، بالدور التسعينات تقريبا. أقول البارحة رقيت أنا راس مشراف، رجم على كل المراجيب عالي، وخذيت في راسه على كل ما طاف، تهيضت من عقب ما كنت سالي، وقمت اتوجد ذيك الايام ورياف، يوم اننا بدوان نرعى الحلالي، هذه منازلنا بالاعيان تنشاف، يوم البدو مقطان والوقت حالي، كل ديرة حلوة خذوا به مصياف، يرعونها ما يدفعون الريالي، بالوقت هذا صارت أشكال وأصناف، تغيرت يا جعلها للزوالي، كثرت بلاويها على كل الأطياف، وعرضت وطالت وادبحن الليالي، الليالي. ثم بدلوا بيت الشعر بيت بطواف، قامت الشابه شامخات الجبالي، واستحضروا ثم ضيعوا ذيك الأعراف، يوم النجر صوته يجيب رجالي، بالوقت هذا صرت أنا اليوم خواف، الله الله. أخاف وأخشى لا يصيبن هبالي، تبدل الماضي وبدأ وقتنا جاف، والوقت ضاق وما بعد به مجالي، يالله يلي من ترجاك ما خاف، يا الله. يا والي الدنيا عليك اتكالي، يا الله. ترحم وترفع عننا بعض الأكلاف، بأمرك نشيل حمول لونه ثقالي، يلي تشوف العبد والعبد ما شاف، من غير وجهك مالنا أي والي، تعيد للقاع الهشيمة بهتاف، بعد المطر تصبح ورودة أشكالي، تمل الخباري عقب ما هن الشاف، ونشرب قراحة وصافية من الزلالي، والخاتمة هي دويش عجل لي القاف، عندك بيوت الشعر مثل الدوالي، صلاة ربي عد ما سارت أسلاف، على رسول كامل بالكمالي، وآله وصحبه وآل بيته والأطياف، وكل اتباع له في طريق العداله. الله الله سلام. عليه الصلاه والسلام، صح الله لسانه. الله الله. وينها البوادي؟ وين راحت يا ابو احمد؟ ما ظل شيء منها. اول شيء محال جانا وقت التلفونات، التلفونات بالله عليك صورا وصورا، سبحان الله. والمحل وتغيرت كل شيء تغير، تغيرت. الله كريم، تعود ان شاء الله. تسلم والله. الله كريم. اي اخوي زيدان، هذه قصيدة غزلية، الله الله. لازم نميل على الغزل. الله والله. يقول جرى الدمع من عيني على الجاد للمربوع، مربوع. أدور على الغالي ولا أدري دياره وين، مضى سنين يا خلي وأنا عنكم مقطوع، من فراقها مجروح أي تنام العين، يا الله. عسل في شفايفها على شفته مطبوع، يا لطيف. ولا حطت المكياج منظر على الخدين، ولا حطت المكياج منظر على الخدين، عيوني من المجمول تسكب تهل دموع، عيوني على المجمول تسكب تهل دموع، على ام العيون السود خلي مقر الزين، جماله يزيل العقل خلي حسين طبوع، جديله على المتنين يغشي على المتنين، تولعت به يا ناس في حبها مصدوع، حصل من شريك الروح في داخلي جرحين، جرح في بداية حبها من فريد النوع، جرحني وانا اهتزيت من نظرة العينين، وجرح في نهاية حبها بالحشا موسوع، توسع نزيفه ملتهب صار 10 سنين، يا الله. توسع نزيفه ملتهب صار 10 سنين،
تبعد وانا محروم عن شوفته ممنوع تذكرتها ولا ينفع الصوت بالمقفين غيابه يتل الروح غصب مهو بطوع قضيت الليالي بالسهر واصفق الكفين لان حبها مغروس في داخلي مزروع نجوم السماء عديتها والعرب نايمين تحية لها من خاطري وانهي الموضوع انا قصتي دونتها بالقلم تدوين تدوين سلامتك يعني يصل سلامك انت ما انت وين ديرته حنا طيرناه مع الهواء بلش عسى 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 بس يشوف تلفزيون يشوف البرنامج صح الله لسانك حمدانك يا اخوي علاء لا انت ابو معمر يقول النصح مثل الطيب راعيه ما خاب نعم وانا بديت بكل ما كان مطلوبه ما ودي يذكر بالملا بعض الاصحاب لا جبت انا ما كان واجب ومحسوب محسوب لا ما ودي اذكر بالملا بعض الاصحاب لا جبت انا ما كان واجب ومحسوب من لا عرف قدر الرجاجيل ينعابه اي والله لو كان ما هو للعذاريب منسوبه الله الله من لا عرف قدر الرجاجيل ينعابه نعم لو كان ما هو للعذاريب منسوبه ومن عاش بالحيله ومن عاش كذابه مثل الذي ما فيه حق وما جوبه والله صحيح احدن ظروفه دائما كلها تعاب نعم تسوقه الحاجه ولا قال متعوبه واحدن ظروفه خلته يم الاجنابه ولا جودي في كل الأحوال محبوبة واحد ظروفه قفلت دونها الباب والناس ما تعذر ولو كان مغصوبة مغصوب أحد ظروفه دائما كلها تعابة تسوقها الحاجة ولا قال متعوبة واحد ظروفه خلته يم الأجنابة ولا جودي في كل الأحوال محبوبة واحد ظروفه قفلت دونها الباب والناس ما تعذر ولو كان مغصوبة مغصوب ويامنا في رحلة العمر دولاب والغيب مثل الرزق مخفي ومكتوب سلامتك أحسنت نعم صحيح والله ما عليك وجود اي خالص عم ابو معمر اكو من امامنا الجغايفة ساكنين بسوريا سكن قديم نعم قنامة نعم يتنقلون من مكان الى مكان نعم مرة واحد منهم قضبنا ما اعرف شرطة لو جيش ماخذين سيارته ماخذين هو وسيارته اي اي بالله فطالت الشغلة صار له تقريبا اكثر من شهر او اقل ما طلع وما عنده واسطة ففزع سعود سطام العجرش من طيور شلوة او نعم نعمة حالك واطلع هو والسيارة والله فعاد شيخ رجال متمكن مو بحاجة شيء ما نقدر نجازي الا بقصيد الله الله يستاهل ودزيت لهاي القصيدة اي نعم او نعم من العجرش قلت عنيت من بغداد ميقن عجولة فوقها اغلام يوصل الهرج بتمام لو سار وسط الجو ما به ملولة يعجل قراني سلق طاحين ما هام ما عاجت الطسات وارض الميولة وقبل الظهر نازل على ساحة الشام يلفي على اللي بالمواقف حمولة يلفي على اللي بالمواقف حمولة اللي لهم تاريخ في مر الأعوام شمر هل الطولات نبع الرجولة حيود الطنايا علمهم عبر الأعلام سلام مني للأمير بأصولة نسل الزعام الهيلة عسعود سطام ما خابت الهقوات يوم طلبولة يوم انتخى اطلع رشيد من الاقسام سعود العجرش وافيات فعوله سيف مجرب للصعيبات صرام اللي على البدوان ذاعت فضوله ما هو من اللي للهزيلات خمام يالله يا المعبود عمره تطوله وتستر احواله من صواديف الايام امين امين اللي على البدوان ذاعت فضوله ما هو من اللي للهزيلات خمام يالله يا المعبود عمره تطوله وتستر احواله من صواديف الايام هذا فعلهم خالي من الهزوله من دور جده للمهمات مقدام نسل الثوابت كل علمهم نفوله كم انقذوا مظلوم من حكم الاعدام ولو صارت اللقوات في كل صوله يروون شبد المعتدي بغم واعتام خلوا جموع الضد تمسم خذوله يوم غزاهم بيص في بضعه اقوام شلوا جموعه والاطراف جدعوله وساقوا جيوش المعتدي سوق الابهام وغزوا رواية نصرهم فيه بسولة وحنوا سيوف المرهف بدم الأخصام ونعم الرجال مسطرين البطولة وردوا حياض الموت يوم الوغزام ونعم الرجال مسطرين البطولة وردوا حياض الموت يوم الوغزام تاريخهم مشهود في كل خصولة يرونها الشيبان آمن بثر عام يطيور شلوة ما تجيكم خمولة انتو ذر المضيوم في عسر الأيام هذه حقايق ما كتبت بسهولة
ألا على تاريخ خالي من الأوهام وصلاة ربي عد ما دار حوله وعداد ما طير السعد بس ما حام وعداد ما سال الوبل فيه طولة على النبي الماضي بدين الإسلام وسلامتك. أحسنت أحسنت أحسن الله يستاهل عليك. يستاهل العجرش تستاهل والله وثلاثين نعم حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم. مسك الختام لهذه الحلقة قراءات شعرية الأخوة الأعزاء وما أدري عاد راح يتغزلون وجدان أشون أبو أحمد شتقول والله إحنا بالنسبة الأخ زيدان هو كبيرنا ما قصر ما نقدر نطلع عنه الله الله فعندي أبيات غزلية الله أقول فر قلبي من اليسار إلى اليمين طار لو ما ضلوعي تقضبه من يشوفه يفقد العقل الرزين يصبح يطارد على عود قصبه الله من يشوفه يفقد العقل الرزين يصبح يطارد على عود قصبه يوم شفته قلت يالله يا معين خدها يبرج مثل لون ذهبه يا لطيف الله الله يوم شفته قلت يالله يا معين خدها يبرج مثل لون ذهبه فصله ربي على العالم حنين ثم عطاها على العذارة مرتبة عودها ريان على الشاطي ثمين يحرسه فلاح ما حد يقربه عينها عين المدرب من سنين من يدورج ما يدورج من يشوفه مغلبة عينها عين المدرب من سنين ما يدورج من ينوشه مغلبة الحقوا بي أهل العقل الرزين الحقوا بي أهل الراي الرزين طار قلبي والشرايين احطبه يا الربع اسعفوني ودي مفراس ورنين ايدي اليسرى وقف كل عصبه يا الله واسعفوني وقالوا التحليل زين بعد هذا قالوا الصدمة اسببه رجعوني ومعي دبه اكسجين ضاق صدري والهوى دوبه أسحبه ثم عطاني ثم عين لي طبيبي إبرتين الصبح وحده أضربه وأحمد الله قالوا الطيب سمين كل هذه قصتي هي سببها الله الله هي سببها هي سببها يا ولد أنت منتهي يا وعالجتك الإبرتين ذني وحده الصبح تعيين الطبيب بس هو طبيبك ولد طبيبي عاد ما حد يعرفه الله الله ما ادري مو طبيب اي الله واعلم تسلم الله صح لسانك يا اخوي زيدان هذه ابو معمر قصه تقريبا بال 2010 نختصر يعني بين نختصر مختصر نعم واجف بتكريت واكو عجوز هم على فاله واجفه الله على الله. الرصيف نعم واريد ناشر لنا تاكسي هي متاشر على فاله وانا على فالي طيب اشرنا لنا التاكسي طبقن علينا ثلاث تكاسي بغوا يتداعمون حنا الا شردنا الله الله فعاد انا الفت قصيده على هذه اي والله يقول وعزتي لاهل التكاسي يحومون حتى العجوز البارجه يقشطونه وعزتي لاهل التكاسي يحومون حتى العجوز البارجه حتى العجوز البارجه يلغفونه من الصبح للظهر الحمر ما يردون لو النفر وسط الجبل يصلونه الله الله لو ترفع ايدك عند راسك يميلون واللي يقف قدامهم يدعمونه ولو شافوا البنت الجميله يلوفون عقب السوالف كروته يقشطونه والشين لو صار النفر صار من دونه لرصفه لو تنقمز يقمزونه والمشكله بالنوم قاموا يفزون واللي ينام بصفهم يدفرونه حلمان يصرخ اصعد ولا تحولون وتلقى الاهل من خوفهم يجعدونه قاموا يحسبونه من الخوف مجنون واللي يا شخر تعودوا يندسونه يقعد يحسب للدكاكين مديون يقعد من الاحلام مشطوف لونه ومن التعب عزات متغير اللون
ومع شارع الباشا طلع يذكرونه، ومع شارع جميل تراهم يحومون، ولو صار قامت ما بهم يفتحونه، من اليد للزردون ما ظل مخزون، عزات لو جيها النشام مغبونه. الله الله سلامتكم. اهل التكاس قصفكم زيدان اليوم. هذا ترى معينين بين مو كلهم. إيه انا قصف الذولة بس يا اخي من ضيمهم من العوز شو يسوون يشتغلون التكاس حتى يعيشون معينين. نعم الله الله احنا خوينا بس لا يمشي خوينا ويخلينا صاحب ابو لا لا ابو فيصل تحياتنا لابو فيصل لا بالله ما يروح صاحب لا لا ما يعوف خويانه ايه يا اخوي علاء. لا انت ابو معمر انا مثل ما اختار الربع غزل. الله الله. يقول محتاج بدعك يا رفيقي بالابيات يسلى به اللي حس بالصدر ضيقه على عشير لو على القلب وسكات يعني ترى قلبي تزايد حريقه. الله الله. لو ينشر لفديه بالروح والذات لا عاش منه ما يداري عشيقه بنت وفيه بالوفا كله اثباته ما ينوصف حبه ولا به طريقه يكنها من صافية التوت مرات تعطي مناعة لجروح العميقة. الله الله الله. يكنها من صافية التوت مرات تعطي مناعة لجروح العميقة حلو تحلى زاد حلو الجميلات شوفه يريح البال لو هي دقيقة ومن دونها جنبت كل العلاقات لو تعترض قدام عيني أنيغة. الله عد مرصدكم جاوب الشاعر محمد حميدي الشمري. الله الله. ردا على أبيات طبعا هن مسندات على الشاعر أرسل يقول حي بيوت اللي لفني معاناته من شاعر داخل فؤاده حريقة اي والله ارسل لك حروف في مجارات فزعه رفيق ما يخلي رفيقه مني وانا مثلك عشقت الجزيلات اشفي بها بعض جروح العميقه وسج معها فوق روس الطويلات لحدني من جاير الوقت ضيقه واللي انا خاني مثل شرواك مرات اكتب لها اللي ما ينور طريقه وانقال فيني داخل القلب حسراته وش حيلتك باللي ينفارق عشيقه اقول سر صويح بي داخلي مات ابطا وحال البعد ما حد يطيقه. الله سلام الجميع. احسنت 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 أحسن الله عليك. اي اخوي خالص لا انت عم ابو معمر مثل ما يقول القصيده تعبر عن نفسي. الله ما راح اتغزل. والله وجداني هيك. الله الله طيب عتب. يقول يهيم البال في بعد يهيم البال في بعدك وسيح لصفنه خيالك وموت بحسرة الخافق سجيم وفاقد وجودك هويتك وانت هاملني ومضيت معاك سهمالك ومضيت مخاصم الدنيا وتاني نوض مجهودك تجين ايام اريد انسى لان ماني على بالك ولو شفتك تناظرني اهيم بمشعل خدودك وتجين ايام لو شفتك تناظر من على احوالك اموت بشدة الغيرة واشيل الشين من مودك وتجين احيال لو شفتك تناظر من على احوالك أموت بشدة الغيرة وأشيل الشين من مودك مغيد في سجن شوقك منيع بسبة أعمالك منيع لشوفة العالم تعال وفك لغيودك وهني قلبك الغاسي على النسيان هنيالك وعزي نفسي الماتت عليك وما لفن جودك وسلامك. هنيال هنيال على النسيان هنيالك يا ولد أنت شاعر والله ما شاء الله ما عليك زود صح الله إنسانك تسلم والله. راتب اللي روحت مع الغياب مع طريق القار راعيها سحيب المكينة تشبه الجلد السحاب تعجب الركاب اليوم النهر يتيبها تعجب الركاب لما النهر يتيبها. انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من هذا البرنامج. شكر جزيل للأخوة الأعزاء الشعراء عادل الهمزاني وزيدان عقاب أجذيل الشمري وأيضا الشاعر علاء ثابت الشمري والشاعر خالص عقلة أجغيفي. أيضا للأخوة الأعزاء الشعراء تحية لكل شعراء العراق
ومن شارك معنا في هذا البرنامج. شكر جزيل أخوة المصورين سيف العبيدي، يحيى الميزان، علي باسل، العلاقات والتنسيق صدام السحل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة الاستوديو والبث خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح البياتي.